الميليشيات الموالية لإيران تستمر في عملية الزخم الذي تبحث عنه ضد قواعد التحالف الدولية الموجودة في المنطقة، وبدأت تتحرك على مستوى للتجهيز للتصعيد ضد هذه القواعد مرة أخرى. وهذا الأمر أصبح واضحا من هذه المنطقة وما نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان حول قضية في دير الزور تحديدا وبشكل خاص على نهر الفرات. وفي البداية لكي نفهم، فإن هذه المنطقة التي نراها أمامنا في الطبيعة وفي طبيعة الأمور وفي العادة بالنسبة إلى نهر الفرات والمناطق بين شرق نهر الفرات وغرب نهر الفرات في طبيعة الحال وعلى مستوى النهر بشكل كامل، غرب نهر الفرات عادة هي مناطق سيطرة النظام السوري والميليشيات الموالية لإيران، وشرق نهر الفرات هي مناطق سيطرة التحالف الدولي وكذلك قوات سوريا الديمقراطية. ولكن هنالك استثناء بالنسبة لدير الزور تحديدا، لأن مناطق السيطرة للميليشيات هي أيضا تأتي جزءا في شرق نهر الفرات، وهي تأتي بهذا الشكل التقريبي الذي ترونه أمامكم. هذه هي دير الزور، وهنا منطقة مهمة جدا هي قرية حطلة السورية، وكذلك هنا بهذا الاتجاه أيضا جزء من هذه القرية المهمة، وكذلك هنا منطقة اسمها الصالحية، وهنا أيضا منطقة مهمة ألا وهي الحسينية. ويمتد وتمتد هذه السيطرة على مسافة مهمة جدا ومسافة لا بأس بها، ألا وهي 13 كيلومترا باتجاه قرية أيضا أخرى هي قرية طابية الشامية السورية بكل تأكيد. وبعدها تتوقف الأمور وتصبح الأمور طبيعية بأن غرب نهر الفرات تستمر هذه الميليشيات والنظام السوري في عمليات السيطرة. القضية وما جرى في هذه المنطقة بأن الآن الميليشيات والنظام السوري وبمساعدة النظام السوري تمكنوا من بناء جسر في هذه المنطقة بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان بكل تأكيد، وعدد من الوكالات أيضا. وإذا ما حاولنا نقترب من هذه النقطة لكي نرى أين هو هذا الجسر، فالجسر هو يأتي بهذا الاتجاه الذي ترونه أمامكم، وهذا أصلا الجسر بدأت تأتي أنباءه منذ الشهر الماضي من العام الماضي. وأولى الأنباء التي جاءت حول هذا الجسر في بداية الشهر الماضي كانت قادمة من هذه الوكالة السورية المهمة، ألا وهي وكالة صدى الشرقية، التي التقطت صورة لهذا الجسر. جسر بدائي جدا، هو ليس كالجسور التي نتوقعها أو من المفترض أن تبنى بطريقة منطقية وحديثة أو غيرها، طرق بدائية جدا في بناء هذا الجسر. هذه الصورة هي تعود إلى الثالث من الشهر الماضي تحديدا بهذا الشكل، وفي حينها توجهنا إلى الأقمار الصناعية لكي نتأكد من هذه الصورة بشكل مباشر. وبالتالي طبعا كما نلاحظ هنا قبل هذه الصورة قبل أشهر وليست منذ الشهر الماضي، هذه قبل أشهر كانت بهذا الشكل، والشهر الماضي وفي نفس التاريخ الذي نشر فيه ونشرت فيه هذه الأنباء توضحت تماما بأن الجسر بدأت عملية بنائه. هذه القضية طبعا المرصد السوري قال بأنها وبأنه تم افتتاح هذا الجسر، ولكن هنالك وكالات أخرى تحدثت بأن الجسر لم يتم افتتاحه، ولكن واضح بأنه وصل إلى مراحله النهائية. وهذا ما الذي يعنيه بالنسبة لهذه المنطقة وما أهمية هذا الجسر الذي نتحدث عنه؟ إذا ما توجهنا لكي نفهم هذه القضية بشكل أكبر، هنا كما نلاحظ هذه هي دير الزور، وهذه هي النقطة التي يتم فيها بناء الجسر بشكل مباشر. دعونا نركز أكثر على هذه المنطقة. القضية بأنها ستسمح بالنسبة لهذه الميليشيات بشكل مباشر أن تقوم بنقل أسلحة ثقيلة إلى هذه المنطقة ومناطق تواجدها، وهذه المنطقة هي تعتبر منطقة خطيرة جدا تحديدا على التحالف الدولي. يعني ممكن للأسلحة الثقيلة أن تتواجد بهذه الاتجاهات بسبب هذا الجسر وبهذه النقطة. إذا ما لاحظنا في المناطق الصفراء ألا وهي مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي، هذه النقطة هي تمثل قاعدة كونيكو التي تم قصفها واستهدافها من قبل الميليشيات في الفترة السابقة في فترة ذكرى اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني. وقاعدة كونيكو طبعا يسيطر عليها التحالف الدولي، وبالتالي أن هذه القاعدة لا تبعد فقط إلا 3.5 كيلومتر، مسافة بسيطة لصواريخ متوسطة المدى بل حتى قصيرة المدى تستطيع استهداف هذه القاعدة، فما بالك إذا ما وصلنا إلى أسلحة ثقيلة ممكن أن تدخل بسبب هذا الجسر فقط، ناهيك عن الطائرات المسيرة والصواريخ التي انطلقت من العديد من المناطق ضد هذه القاعدة، بل إن كان هنالك الكثير من النماذج لصواريخ الكاتيوشي ألا وهي فجر 107 ملم، لاحظنا بأن منصاتها كانت موجودة بهذا الاتجاه بالقرب من قاعدة حقل العمر النفطي. هم كانوا
كانوا يتسللون إلى مناطق قوات سوريا الديمقراطية، فبالتالي هذا يعتبر تصعيد لوجستي كبير جدا، والتحالف الدولي ليس أمامه إلا قضية واحدة فقط، ألا وهي استهداف هذا الجسر لإنهاء مثل هذا السيناريو. وهذا قد يحدث فعلا، وعلينا أن لا نستغرب إذا ما تم هذا الأمر، لأنه تم في السابق، تم بهذا الشكل هنا، هذه طبعا في سوريا، وهذا هو نهر الفرات، ضربوا هذا الجسر سابقا، وكذلك ضربوا هذا الجسر الآخر في معارك ضد تنظيم داعش الإرهابي أو غيرها من هذه التفاصيل لإيقاف الدعم اللوجستي المتوقع. ولكن هذه الإشارة التي نراها أمامنا هي توضح بأن الميليشيات ليست في مرحلة انسحاب من سوريا أبدا، بل هي في مرحلة توسيع وتقدم ورغبة بالاستمرار بالضغط، وهذا أيضا هو واضح من طائرات الشحن الإيرانية التي تأتي بشكل مستمر إلى مطار دمشق الدولي. آخر طائرة لوحظت بحسب فلايت رادار كان واضحا بهذا الشكل الذي ترونه أمامكم، لوحظت قبل 3 أيام أن هنالك طائرة بهذا الشكل، طائرة شحن إيرانية هي تابعة إلى خطوط فارس قشم التابعة للحرس الثوري الإيراني، وهي تحلق فوق الأجواء العراقية قادمة من طهران مباشرة إلى مطار دمشق الدولي. بقيت 3 ساعات فقط وبعدها عادت بهذا الشكل الذي ترونه. وإذا ما ذهبنا إلى تسجيل هذه الطائرة التي نتحدث عنها وأشرنا إليها، فسنلاحظ بأنها في 15 من هذا الشهر من عام 2022 هي قامت بهذه الرحلة، وكما تلاحظون هنا هي قشم فارس أو فارس قشم بالنسبة للخطوط الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني. وهذه طبعا القضية هي توضح تماما بأن الأمور لن تكون في مراحل انسحاب، على عكس تماما ما كان هو متوقعا، وما يطرح أسئلة كبيرة جدا حول ما يجري من هذا التجديد، من هذا الزخم الكبير الذي نراه، على الأقل مما نراه الآن هو يضع أسئلة كبيرة جدا. أين ذهب الاتفاق بين إسرائيل وبين روسيا؟ وأين هي التحركات التي ضغطت بها روسيا على الرئيس السوري بشار الأسد من أجل إخراج الإيرانيين بشكل عام وميليشياتها من المنطقة، وهو اتخذ بعض الخطوات تجاه هذا الموضوع؟ أين هي في ظل هذا التقدم الكبير؟ وهذا الأمر هو الذي ركز عليه مؤخرا مركز الأمن القومي الإسرائيلي بدراسة مهمة للغاية، هذا هو المركز الذي ترونه بهذا الشكل، وهذه الدراسة هي ذكر فيها سوريا بشكل عام، ووجد بأن الأمور تسير عكس هذا الاتفاق، وأن على الإسرائيليين أن يتجهزوا لمرحلة مختلفة تماما من التصريحات التي سمعناها في الفترة الماضية. ولذلك هذا المركز يقول بصريح العبارة بأن على إسرائيل أن تنتبه تماما بأن نظام بشار الأسد ليس لديه القدرة على القضاء على هذه الميليشيات أو طردها من المنطقة بشكل عام، حتى وإن كانت على المستوى الدبلوماسي هو لا يمتلك الطاقة على هذا الموضوع، حتى وإن كانت روسيا هي تدعمه، لأن هذه الميليشيات هي متغلغلة في الجيش العربي السوري، وهنالك الفرقة الرابعة التي يقوده أو يقود هذه الفرقة طبعا أخاه ألا وهو ماهر الأسد، ومتدخلة هذه الميليشيات بحسب ما يشاع عن هذه الفرقة، متدخلة الميليشيات بشكل كبير في هذه الفرقة بشكل مباشر، وبالتالي هو غير قادر على هذا الموضوع. والمركز ركز بشكل مباشر بأن على إسرائيل أن تقوم بمواجهة وتصعيد الضربات والاستمرار بالضغط على هذه الميليشيات وصولا طبعا إلى نهر الفرات، لأن نهر الفرات هنا بهذا الاتجاه هي تعتبر جزءا مهما ومهم جدا بالنسبة للأمن القومي الإسرائيلي بالنسبة لحساباتهم هم طبعا. وكذلك قال المركز بأن على إسرائيل أن تفكر في دعم والتعاون مع أطراف موجودة على الأرض السورية هي تعارض التواجد الإيراني وتعارض أيضا نظام بشار الأسد، عليها أن تعمل بهذا الشكل، لأن الدعم مستمر من الميليشيات إذا كان على مستوى العراق أو من مستوى طهران بالتسليح إلى مطار دمشق الدولي. فهذه القضية طبعا هي تعتبر من القضايا الخطيرة بالنسبة إليهم، وكذلك أن الإسرائيليين الآن يشعرون بضغط كبير للغاية بعد كل ما جرى في أبوظبي، هنا في هذه النقطة التي تلاحظونها ألا وهي هذه المنطقة كاملة، والتي هي طبعا المصفح، التي طبعا تعرضت إلى هجوم من قبل الحوثيين بشكل مباشر على الإمارات العربية المتحدة، واستهدفوا إيكاد 3، واليوم كانت هنالك
صور محدثة قادمة من الأسوشيتد بريس للأقمار الصناعية توضح أين تمت هذه الضربة بالضبط، وهي جاءت بصور قادمة من هذه النقطة بأن هذه النقطة هي التي استهدفت. دعونا نقترب من هذه النقطة قليلا لكي نلاحظ بالضبط أين تم الاستهداف. الاستهداف هو جاء بهذا الاتجاه الذي ترونه أمامكم. دعونا الآن نذهب إلى صورة القمر الصناعي التي جاءت من الأسوشيتد بريس، ونحن قمنا بتقريب هذه النقطة التي تم استهدافها بشكل مباشر. هذه الصورة هي قبل الضربة، وهذه الصورة تأتي بعد الضربة، وشهدنا كل ارتفاع طبعا النار من صهاريج نقل الوقود الموجودة هناك بالقرب من مخازن شركة أدنوك في المنطقة الصناعية، وتحديدا في هذه المنطقة التي نتحدث عنها. على هذا الأساس الأوساط الإسرائيلية تشعر بقلق كبير، ليس فقط مما يجري في سوريا ومن تحشيد وغيرها، بل من هذه القضية التي جرت، وهذه جعلت من الصباح الباكر إسرائيل رادار أن تأتي بقضية مثيرة للغاية وتسرب معلومة بأن وزراء ومسؤولين في الأحرى، مسؤولين في الدفاع وفي وزارة الدفاع الإسرائيلية قاموا بالاجتماع حول قضية السيناريو الذي جرى ضد الإمارات العربية المتحدة، وبدأوا يجهزون أنفسهم لمثل هذا السيناريو، ويتوقعون بأن مثل هذا السيناريو ممكن أن يحدث ضد إسرائيل بالصواريخ البالستية وكذلك الطائرات المسيرة نفسها. هذا الأمر جاء من الجروزرم بوست، بل أن الجروزرم بوست وجدت بأن الهجوم الذي تم من قبل ميليشيات الحوثي هو يوضح تماما بأن الإيرانيين لديهم القدرات بالاستهداف وقتل وجرح من يريدونه من دون أن يتعرضوا إلى العقاب. لأن إذا سئلت إيران على هذه القضية ستقول بأن الحوثيين هم من قاموا بهذا الأمر، تحدثوا واذهبوا إلى الحوثيين. فلذلك الأمور صعبة، أن إيران ممكن أن تخرج من مثل هذه التفاصيل من دون أي عقوبات. وهذا طبعا أيضا ما جعل اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت أن يرسل هذه الرسالة التي ترونها أمامكم إلى الإمارات العربية المتحدة، وفي ظل علاقة التطبيع بين البلدين هو عرض قضية مهمة جدا، ألا وهي تبادل الخبرات وكذلك إرسال والمساعدة للإمارات على المسائل الاستخبارية والعسكرية وغيرها من أجل تفادي مثل هذه السيناريوهات. فلذلك القلق موجود من قبل الإسرائيليين بشكل مباشر. وهنا تأتي وتذهب الأنظار مرة ثانية إلى مفاوضات فيينا. هل مفاوضات فيينا تتقدم؟ ومفاوضات فيينا هي في تقدم في صريح العبارة. هنالك كثير من التصريحات الإيجابية عن هذا الموضوع، ولكن الوول ستريت جورنال كانت واضحة في الساعات الماضية في معلومات حديثة للغاية من دبلوماسيين موجودين بأن هنالك مشكلة واحدة هي التي تتوقف من وصول مفاوضات فيينا إلى النجاح، وهذا ما ثبتته الوول ستريت جورنال من الدبلوماسيين المشاركين في محادثات فيينا. هناك مؤشرات على إحراز تقدم في مفاوضات فيينا، لكن إدارة بايدن لا تستطيع التجاوب مع مطالبهم بشأن الضمانات بعدم انسحاب الولايات المتحدة مرة أخرى من الاتفاق أو تعيد فرض العقوبات. وهذا بسبب أن فعلا الرئيس الأمريكي لن يتمكن من تحقيق شيء هنا، بسبب أن مجلس الشيوخ الأمريكي لديه المطرقة النهائية في هذه القضية، هو لديه الرأي الفاصل في هذه القضية، في ظل أن الحزب الجمهوري الأمريكي يضغط وغير راغب في قضية هذه المفاوضات بشكل كبير للغاية.